اما نشوف اول حاجه عندي عشان اعمل الباستا سلط، عندي مكرونه مش لازم سوستة، اي مكرونه عندك. الله 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 على الباستا سلط بالهنا والشفا، رائعه رائعه. الالوان بقى بتستعملي الالوان زي ما انت شايفه كده في الالوان اللي عندك هنا، تقدري كمان تفرشيها بايه، تقطعيها على 8 اجزاء زي الكيكه وتفرشيها الوانك وتلعبي بالالوان. طماطم شيري، عندك فلفل الوان اخضر احمر اصفر، عندك خيار، عندك كمان بصل، عندك لحمه بارده مهمه جدا، عندك زيتون اسود زيتون اخضر، اهم حاجه الدريسنج. خطيره بالهنا والشفا. دقت الدريسنج؟ تعالي نعمل الدريسنج. بص الدريسنج عباره عن ايه، مايونيز زي ما انت شايفه كده، مايونيز. اعمل الدريسنج عشان يعتق. تقدري تعملي دريسنج اخف من ده شويه، اللي هو زيت زيتون وزعتر وروزماري وسنه ملح وسنه فلفل، وترجيهم بس كده. بص بقى سنه مسترده خفيفه قوي، بص قد ايه، عشان بس اللون. وبعد كده معلقه خل، سنه من الملح، خدي بالك سنه اكتر من السكر، يعني ملح وسكر، ملح وسكر، شويه جوزة الطيب، شويه جوزة الطيب، وايه تاني يا حسن، سنه صغيره من الثوم المهروس، واروح حاطه زعتر وحاطه روزماري وسنه من النعناع الناشف وسنه من الفلفل الاسود. يا خرابي على جمالها. ده الصوص. وهحله بايه الخلطه دي؟ بزيت زيتون. كترني زيتون. حاضر. بص كده اروح جايه كده مكسه الكلام ده كله، واحط له ربع كوبايه من زيت الزيتون الفاتح مش الغامق. مكسي 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 مكسي. الصوص بقى طلعيه ابارت او تمكسيه. اللي عندك ده بصي ايه، مفروش ميكس. كل مين يا فندم؟ استاذه ايمي. استاذه ايمي. يا شيفو. يا صباح الفل. بوناسيرا. سيرا ونص. انت برنسس نانا؟ لا انا ايمي، انا ايمي يا ابو زينة. افتكرتك برنسس نانا عشان هي بتقول لها بوناسيرا. ازيك يا ايمي؟ بوناسيرا توتو بونو توتو برتو توتو توتو بونو توتو كارينو ايمي. كوم ستاي؟ الفوزيلي بيني جراسي تو. اوبا بقى علي الصوت لو سمحت، استاذ غريب. قال لك مولتو جراسي جراسي ميلا سينيور حسن. جراسي جراسي انك يا بوي جراسي فيرامنتي. لا حقيقي بجد الفوزيلي النهارده الانطلاقه دي فوزيلي تحفه يا شيف. فوزليني دي يعني حقيقي دي طعمها تحفه يا ايمي. والتيراميسو، التيراميسو بصراحه العين بتاكل قبل البق يا شيفو. يا جمال مولتو كارينو مولتو بونو. فعلا مولتو بونو يا شيف. امال لو دقتي، لو دقتي يا ايمي الطعم ده ايه يعني؟ مش عايزه مش قادره اوصف. لا هي الريحة، الريحة واصلة لحد هنا. الرافيولي تحفة، شكل الرافيولي تحفة، السبيناتش ريكوتا تحفة فعلا. ميرسي يا هاني. السبيناتش ريكوتا كومبليمنت يا شيف. يا جمال وحركاته يا تكاته. تحت أمرك يا هاني. تحب يعمل لك إيه بقى يوم الحد يا إيمي؟ نعم حبيبتي. عايزاه يعمل لنا أكل إيه يوم الحد؟ يوم الحد بقى ادخلوا بقى على السي فود بقى، يعمل بقى بولبو، يعمل بقى كالاماري، يعمل جمبريتي، يعمل باستا سي فود. بيرفيتو ايمي، برافو عليكي، اختيار صائب جدا. دينا اكتبي بقى يوم الحد الحاجات اللي ايمي عملتها. ايمي انت انهي نوع من الستات وانت بتتفرجي على الماتش؟ لا ما انا في المطبخ بقى، انا مع طلاينا، انا شغاله مع طلاينا في المطبخ. ربنا يعينك يا حبيبتي. تحت امرك يا فندم. ميرسي على تليفونك. ثانك يو، كلمينا دايما. بص يا بص بص السلطه دي تقدري تقدميها بالشكل اللي عندك ده او بالشكل ده. لا هاتي دول حطهم في الكورنيه وهاتي. بص كده اعمل ايه، اخلي كل لون، ادلع بقى الايه الطبق عشان النهارده الماتش يكون ايه فن حلو عليه ان شاء الله. تحطي جزء من اول حاجه الصوص، تطلعيه ابار زي كده اللي عايز اكسترا صوص، وتعملي ربع الطبق ده لون احمر من الطماطم الشيري او الفلفل الالوان الاصفر والاخضر. بعد كده تحطي خيار مكعبات، حطينا تحت المكرونه المسلوقه 9 دقائق عشان ايه تبقى عندك الدنت.
زي ما انت شايفه كده قدامك اهو التفاصيل. تجنن تجنن. اشتغلي بالالوان. تجنن. واروح جايه لفه الطبق بتاعي كده، عندي لحمه بارده. مش هقول لك تجيبي نوع معين، اي لحمه بارده. اهو زي ما انت شايف كده قدامك اهو يا عم غريب. زي ما بالتفاصيلك اهو. يبقى احنا هنلعب في الالوان. واحط هنا عندي مكرونه. افصل بيه برده اللون. زي ما اتفقنا تقدري تمكسي كل المقادير دي مع بعض او تقدري تعمليها كل حاجه لوحدها. عندي زيتون اخضر اهو كده بنفس الكلام ده كده، واحط عليه كمان ايه زيتون اسمر. واروح جايبه بصل احمر مكعبات. بصل احمر مكعبات كده دلع الطبق. واروح جايبه فلفل الوان احمر. على فكره ممكن نعمله النهارده قبل الماتش. وجميل ده يتحط على الترابيزه قدام اللي بيتفرجوا. سهل وسريع. سهل وسريع. وكمان فلفل الوان ايه اصفر. افصلي بالالوان يا تفاصيلك. وبعد كده الصوص حطيه ابار. ابار يعني طلعيه بره. في ناس بتحب صوص كتير وفي ناس بتحب صوص شويه حسب الرغبه.